مناسبة لوغو هنبلييني رئيس الوزارة إيتوبيا دكتور أبي أحمد بلدي لقدون سي 18 ديسمبر نوبل بيس برايس أيا لوغو قبطي مدش الشركة قريان دودان إمقالة جيجيجا شركة أيا وحاكا سوقيب قليه قامين توقصر رئيس الديغان كأضي الرقميد هوين دلين يرو كواسو وغو هنبلييني قوشو وغاري رئيس الوزارة دكتور أبي أحمد وغو هرين وحا رئيس الوزارة هنبلييني بوغادين ادري مدحوين مصطفى محمد عمر وحاونا هذا الكيس يودي جاي. هذا نصر ثاني. وحال السيد بلطة عالمية. لسيو تطقى سوه يقولها الوحيد لكن اللي بتقول يدي. رئيس وزارها تلقى توبيا. دكتور أبي أحمد. تاسو وكونوا تيستي. اللي بتقول يدي وككياني حريبكي عكرنا أمري توريا وإريتريا كالنتي وكحياري نبضينتا يحاجدينتي خلافاتك كتري دلك السودان يبقودهان اسم دلدي بلادنا قد عيد دلك إيتوبيا وحكسو كوريي أما حكب بدلي حالات دي حميد حقوق الإنسان مركا حفلة داس أما بلاد داس مش عميسو إيتي دلك إن عندنا ديجانهان يا شعبهان هنبليينو يا هيجددها بسلوسة لسميح حفلته دانكو ذا وحا هنبليو دريك سوقيب قلياشي مناسبة دا وحا إن هاد الكوذي وديجين سيداتان نال كان أغا هنبليينينا رئيس وزارة إيتوبيا أو كيناي ماانتا إنا نو استاغنو نوبل بيس بريس أو كيناي بلاد شرفت لقدوسيي إن نبضاينتا دالك إيتوبيا وكم تايستي وحان لينا هنباليو هنباليو أنيقو أكو هاد لهايا مدع مقع هاوينكا دول ديغانكا صوماليدا وحان لينا هاي وحان سود ويني أنكو فرحسان هاي إسبدالكا كي مدالكا إياكا ديغانكا با ماركوري لابدالا لما مري جرين هاد لكن نبد باد كو صوماليسا جيجيغاز كو يمانيسا إلا يو وردير ميل كستا مرينا حكومة دهان يو كشعب هانبا وحان كدرايا قوش شاينا نستاقو كتاقيرنو صعب كنا راعينه وإذن إذن كوراليا استاجع عن كت هاجرنا. سدوا مذهب وين هنلو شيء؟ لبتي يا رفاتك يا نحرنتي يا ديجي يا جاردي يا والبهاركي يا أصيده هواك السودان أو ولا موجين جرين لبعت هذه إلهها نجد القاضي سبب وقعد جاي أبي أحمد. سعد معالي إبراهيم تلفزيون كاستار جيجا.